السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو كيفاش نستافدو من التكوين ديال الروبوتيك. اول حاجه كندخلوا للموقع ديال التكوين ديال الجمعيه اللي هو educationdigital.ma. من بعد كندخلوا الرقم الهاتفي ديالنا وكندخلوا كلمه ديال السر اللي تلقيناها عبر الواتساب، ومن بعد كنكليكيو على كونيكسيون. من بعد ما كتبان لنا هذه الصفحه هذه كنقلبوا على التكوين ديال الروبوتيك وكنكليكيو عليه. التكوينات ديالنا كتحترم الايقاع الشخصي ديال المستفيد والمستفيده. التكوينات ديالنا مكونه من واحد المجموعه ديال الوحدات. باش ندوز من الوحده واحد للوحده جوج خصني نجيب على الاقل 50% في الرئيس ديال الوحده واحد. التكوين عنده مده اجماليه، ولكن الوحده ما عندهاش واحد الوقت اللي هو محدد. يمكن لي ندوز التكوين كامل في سيمانه، كما يمكن لي ندوزو في 2 سيمانات، كما يمكن لي ندوزو في شهر، وعلى حسب الايقاع ديالي. كل وحده من الوحدات ديال التكوين مكونه من واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي كتشرح الدروس، وكاين منتدى ديال النقاش، وكاين الرائز المعرفي، وكاين التمرين المهاري. اذا اولا كنشوفوا هاد الفيديوهات كاملين واحد مور واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن الفيديو اللي شفته كتولي لي هاد العلامة هادي بالخضر، وهذا دليل على أنني يعني شفته. إذن من بعد ما نشوفو الفيديوهات كاملين غادي نهبطو للأنشطة، وأول نشاط هو المنتدى ديال النقاش. في المنتدى ديال النقاش غادي نلقى جوج المواضيع، الموضوع ديال النقاش والصعوبات التقنية. إلى لقيت شي صعوبة تقنية غادي ندخل لهذا الموضوع باش نكتبها. والموضوع واحد هو واحد الموضوع اللي عام كنناقشه مع المستفيدات والمستفيدين ديال الدورة التكوينية. باش نتفاعل مع واحد الموضوع ديال النقاش كنكليكي على ريبوندر. من بعد ما كتظهر لي هاد المساحة هادي يمكن لي هنا نكتب الإجابة ديالي، ومن بعد نكليكي على أونفوي. اذا كنشوف بان الاجابه ديالي ها هي، كما يمكن لي نطلع على الاجابات ديال المستفيدات والمستفيدين من الدورة. اذا نطلع للفوق ونرجع للوحده ديالي، نعاود نكليكي على الوحده ديالي باش تعطيني المحتوى ديالها. النشاط الموالي هو الرائز المعرفي، كنكليكي عليه. هذا الرائز المعرفي فيه واحد المجموعه ديال الاسئله اللي خصني نجاوب عليها. عندي جوج المحاولات، كل محاولة فيها ساعة، والمنصة كتاخد لي أعلى نقطة. نكليكي على فيغ لو تيست ونعاود نكليكي على ديماري إن تونتاتيف. إذا نقرأ الأسئلة ديالي بتأني ونجاوب عليها. خصني نجيب 50% في هذا الرائز هذا باش يمكن لي نطالع على المحتوى ديال الوحدة الموالية. من بعد ما نجاوب على جميع الأسئلة نكليكي على تيرميني لو تيست، ونعاود نكليكي على توت انفوي اي تيرميني، ونزيد نأكد. إذن هنا كتبان لي النقطة ديالي اللي جبت في هذا الرئيس هذا، جبت 60 على 100، واللي غادي تمكن لي أنني نشوف المحتوى ديال الوحدة الثانية. نعاود نرجع للتكوين ديالي. إذن هنا كما كتلاحظوا الوحدة الثانية يمكن لي نطلع عليها، ماشي بحال الوحدات الاخرين. كما يمكن لي نزيد نكمل الانشطة ديال الوحدة الاولى ونصوب دوفوار دو كومبيتونس واحد، او لا تمرين المهاري الاول. اذا هنا نقرا التعليمات ديال هاد التمرين هذا. نتيليشارجي الفيشي وورد هذا ونجاوب على الاسئله، ومن بعد نعاود نحطو في البلاتفورم. اذا نكليكي عليه باش يتيليشارجا. اذا من بعد ما نفتحو الى لقيت في هذا الشريط الاصفر اكتيفي لا موديفيكاسيون نكليكي عليها، وهنا نجاوب على الاسئله. كل رمز نكتب السميه المقابله معه. من بعد ما نجاوب على التمرين ندير اونريجستري ونسدو، ونمشي للبلاتفورم ونكليكي على اجوتي ان ترافاي. هنا كيعطيني المساحه فين نحط لو ترافاي ديالي. اذا غادي نكليكي هنا، ومن بعد نكليكي على شوازيغ ان فيشي، ونمشي نهز لو فيشي ديالي اللي صوبت قبيله وندير اوفغيغ، ومن بعد ندير ديبوزي سو فيشي.
هنا كنلاحظ بان الفيشي ديالي راه هنا، ونكليكي على انريجستري. كما كتلاحظوا هنا تكتبات لي غومي بوغ ايفالياسيون. هنا غادي نتسنى المؤطر ديال الدوره التكوينيه يصحح لي لو طرافاي ديالي، ومن بعد غادي تبان ليا هنا النقطه والفيدباك. ننتقل دابا للمحتوى ديال الوحده جوج. اذا يمكن لي ندخل للوحده جوج، نفس المنهجيه اللي متبعه في الوحده واحد متبعه في جميع الوحدات ديال التكوين. كاينين واحد المجموعه ديال الفيديوهات خصني نشوفها، وكاين المنتدى النقاش، كاين الرئيس المعرفي، وكاين التمرين المهاري. اذا نقدر ندخل هنا للتمرين المهاري. في هذه الوحده هذه غادي نحتاج نتيليشارجي ونانستالي في الحاسوب ديالي البرنامج ديال ام بلوك. اذا هنا احنا عاطينكم الرابط باش تيليشارجيو ام بلوك، غير غادي تكليكيو على اللين غادي تيليشارج لكم ام بلوك. من بعد في التمرين المهاري الثاني اللي مطلوب منكم هو انكم تفتحوا ام بلوك وتاجوتي ولا كارت اردوينو بحال في الفيديو 6 في الوحده الثانيه، وتونريجستريو هذاك لو فيشي وتسدو ام بلوك وتحطوا لو فيشي في لا بلاتفورم بنفس الطريقه اللي عاد شفنا دابا. اجوتي ان طرافاي ونختار لو فيشي وندير اونريجستري. من بعد ما نجتاز الرئيس ديال الوحده جوج غادي تفتح لي الوحده 3. نفس الشيء القى واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي فيهم الدروس ولقى الانشطه ديالي، الا انه من انطلاقا من الوحده 3 التمرين المهاري كيختلف، ما كان مبقاوش نوضعوا واحد الملف في البلاتفورم ولكن كنوضعوا غير واحد الرابط. اذا هنا غادي نتبعوا هاد المجموعه ديال التعليمات هادو، ومن بعد من نكليكيو على اجوتي ان طرافاي غادي ناخذوا هذاك الرابط اللي خدينا من تينكركاد اتباعنا لهاد المجموعه ديال التعليمات ديال التمرين، وغادي نديروا له كولي هنا، ومن بعد نكليكيو على اونريجستري. وكما العاده كتكتب لي غومي بوغ ايفالياسيون، وغادي نتسنى المؤطر ديال الدوره يدير التقييم ديال العمل ديالي ويعطيني النقطه ويعطيني الفيدباك. هذه هي المنهجيه اللي غادي نتبعو في التكوين كامل تنوصلوا للوحده ديال سيرتيفيكا اللي يمكننا نحملو منها الشهاده الرقميه، ومن بعد نوصلوا للوحده ديال المسابقه الوطنيه في الروبوتيك اللي كتنظمها جمعيات التربيه الرقميه. كنتمنوا تستمتعوا معنا في التكوين. الى لقاء اخر ان شاء الله. شكرا.